مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا عبر شاشة الجزيرة مباشر وصفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك، نحن اليوم معكم من إحدى بلدات ريف حماة الشمالي في فصل الشتاء. حاليا بدأ فصل الشتاء الفعلي كما نشاهد في هذه الصورة، غيوم في بالسماء وأمطار تتساقط على هذه القرى. زادت حدة البرد مع استمرار النزوح والمعارك التي تقوم الآن بها قوات النظام في محاولة منها للتقدم في ريف حماة الشرقي. آلاف العائلات نزحت من مناطق ريف حماة الشرقي إلى مناطق ريف إدلب وريف حماة الشمالي والغربي بحثا عن الأمان. كيف هي أحوال الناس في هذه المناطق في ريف حماة الشمالي مع اشتداد البرد وبدء الشتاء الفعلي؟ كما نشاهد في هذه الصورة، البنى الموجودة أمامنا في هذه الصورة تقريبا مدمرة بشكل كامل. هذه العائلات التي اختارت أن تبقى في هذه القرى والبلدات لجأت إلى إصلاح غرفة من كل منزل من هذه المنازل لكي تقوم بالسكن به كي يكون مأوى لها أفضل من الخيام التي تنصب على الشريط الحدودي وفي المخيمات العشوائي. نلتقي الآن مع أحد المدنيين من هذه البلدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف عليك أخي. نشطة علي محمد الشيخ من ريف حماة الشمالي. تحكي لنا بداية عن وضع الناس بفصل الشتاء. مثل ما بنعرف أنه حاليا بلش الشتاء الفعلي، اشتدت حدة البرد، بدأت الأمطار بالتساقط على هذه المناطق. كيف هو وضع الناس من سكان محليين ونازحين؟ حقيقة موجات النزوح الأخيرة سببت معاناة شديدة للمدنيين، خاصة شفنا أنه فصل الشتاء بدأ بشكل فعلي وموجات البرد بدأت بالانخفاض. أغلب المدنيين المقاطنين بالبلدي أو اللي لجأوا إلى من باقي القرى لجأوا إلى ترميم بعض المنازل بطرق بدائية عبر تغطية النوافذ بالبطانيات أو الأبواب بالبطانيات. ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات سبب معاناة للمدنيين. المنظمات الداعمة ما تقوم بواجبها على بشكل يعني تكتفي، في ضعف من حيث المنظمات الإنسانية. شفنا كمان موجات نزوح لجأ إليه من النازحين ريف حماة الشرقي، معظمهم طلع بتيابون، ما عندهم بطانيات، ما عندهم شيء، يعني الأرض ما بترحم من عبنام عليها من بدون دفء. وضع المنازل، تحكي لي شوي عن وضع المنازل داخل هالبلدي، كون هالبلدي يعني تنقل أحوال كثير من البلدات بريف حماة. البلدي بالنسبة للمنازل نسبة 40% مدمرة بشكل كامل، والنسبة 60% مدمرة بشكل جزئي. الأهالي لجأوا لترميم، مثل ما قلنا، ترميم المنازل بشكل بطرق بدائية. أشخاص رمموا غرفتين، أشخاص رمموا غرفة، ليلجأوا إلى خاصة في فصل الشتاء كونه أحسن، أفضل من الخيمة، بيضل أفضل من الخيمة. يعني تعد الآن في هذه الأوقات هذه المناطق هي المناطق الهادئة مقارنة بالمناطق الأخرى في ريف حماة الشرقي مثلا. هل في تخوف عند الناس مثلا من قصف أو من اقتحام أو غير ذلك؟ لا، تخوف أكيد موجود، تخوف كونه يعني تعودنا عن نظام ما له لا عهد ولا ميثاق، عنده قتل المدنيين شيء ما يبالغ قتل المدنيين، ما يبالغ بالمجازر. يعني أكيد هالتخوف عند كل مدنيين بهاي المنطقة وغير مناطق. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، الصورة لربما تكون الصورة أبلغ من الكلام. بيوت مهدمة أمامنا في هذه الصورة، بيوت مدمرة، بيوت مصدعة أيضا. فصل الشتاء قد داهم هذه المنطقة، البرد الشديد أيضا أتى بشكل فجائي على هذه المناطق في ريف حماة. في لقاء آخر مع الأخ، نتعرف عليه. عبد الرحمن مرعي، نازح مهجر من مدينة حلب. نعم، كنازح ومهجر أويت والآن تسكن في مناطق ريف حماة الشمالي. طيب تحكي لي عن أوضاع النازحين يعني بشكل خاص في هذه البلدة. بدي أحكي لك عن تجربتي أنا بعد معاناة التهجير والنزوح. الله يكون بعون الناس كلها، يعني أنا الحمد لله رب العالمين.
رفضت الجلوس بخيمة بعد ما طلعت من حلب، فضلا عن أني البيت لو كان مدمر. هلا هون مثل ما لك شايف ريف حماس الشمالي كله مدمر، يعني أغلبية القرى اللي موجودة هون بريف حماس الشمالي هي عبارة عن قرى مدمرة. لو كان البيت مدمر غرفة أو غرفتين، واحدة منهم بتكفين لأني أبرك أتقوى تحت سقف أهون من وطأة الخيمة، وبالذات الشتاء يعني عدل اللي عم يسقط عليك من نعم رب العالمين من مطر وثلج، في شيء عم يسقط كمان بسبب غدر النظام من قصف الطيران وغيره وما شابه ذلك. نحمد الله عز وجل على هالحال وعلى كل حال، بيضل حالنا اللي نحن عايشين فيه كمهجر عم بحكيك احسن من كتير ناس لا زالت باركه تحت معاناه الخيم، الخيمه معاناه وليست مأوى. حضرتك مهجر من حلب ما هيك؟ تمام، مهجر من مدينه حلب من صار لي سنه، هلا عيد ميلادي السنوي بتهجيري من حلب. وضعك انت وعائلتك، وضع العائلات الثانيه الحلبيه الموجوده هون بريف حما مع هالشتاء هذا ومع بدايه العام الجديد؟ الشكوى هو الغرب معارك اهليه، الناس صار عندها نوع من التململ في الخارج بارسال الدعم ومساعده الشعب السوري المنكوب. يعني مقياسا ما بين اول سنه او سنتين من الثوره السوريه او المعارك الدائره هون في الداخل، الدعم كان اكبر بكثير. هلا حاليا لا في دعم، يعني كان تعودت البشر هون على سله معونه، حصص تدفئه تساعد هالناس لتخفف عنهم وطئه الشتاء. هذا الكلام كله بتحسه اندثر، يعني مو بس اني خف، ما ضل، ما بقى نشوف هيك شيء. ونسأل الله السلامة بالأول والأخير إلنا ولكل شيء تهجر عن بيته، وإن شاء الله رجع قريبة لكل الناس اللي تهجرت عن بيوتها. كوننا على بداية، نحن في بداية عام جديد، لو تمنيت كمهجر من مدينة حلب إلى ريف حماة، إلى مناطق ريف حماة، لو تمنيت، ما هي أمنيتك في هذا العام الجديد؟ ما بعرف، أنا سألتني سؤال عجب، ضل حدا هون عايش بسوريا عنده أمنيات يتمناها؟ نسأل. ان شاء الله بتمنى اكيد ارجع على حلب اسكن، طبعا المكان اللي ربيت فيه بلدي، يعني مش قد من كان، مع العلم هون في ناس كتير طيبة والله يبارك فيهم جميعا، الريف الحموي كله ناس بتنحط على الراس، بس يا اخي بعد واحد مكان ما ربي ودرس وتعلم وعاش حياته كلها، اكيد بتمنى ارجع على حلب، هي امنيتي الوحيدة. ان شاء الله بهالعام ترجع حلب، والله يعطيك العافية ابو مرعي. الله يعافيك، لا تأخذ، الله يعطيك العافية. إذا مشاهدينا الكرام، كما سمعنا من أحد المهجرين من مدينة حلب، كانت أمنيته في هذا العام الجديد مع بداية العام الجديد أن يعود إلى موطنه الأساسي وهو مدينة حلب. كما يقول أن الناس هنا بريف حماة يعني استقبلوه، هناك إحساس أنه بين الأهل ولكن يحن إلى الموطن الأساسي وهو مدينة حلب. لقاء أيضا مع أحد النازحين من قرى وبلدات ريف حماة إلى هذه القرية أيضا في ريف حماة الشمالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، لو تحكي لي عن وضع الطرقات العامة، البنى التحتية في هذه المناطق، مثل ما بنعرف يعني شايفين نحن هلق واقفين نحن بالشارع، حومات من الماء على الشوارع، يعني الواحد بيجروا ما بيحسن انه يمرق، تحكي لنا عن وضع البنى التحتية. بالنسبة للبنى التحتية بمناطق ريف حماة الشمالي، بسبب القصف المستمر اللي تعرضت عليه البلدات بالنسبة للريف الشمالي، أدت تقريبا توقف كامل البنى التحتية من مجاري المياه وصرف صحي. هذا الشيء سبب بتجمع المياه يعني شايف مثل الحومات. عندها كمان حفر كبيرة موجودة بسبب الصواريخ الارتجاجية والصواريخ العنقودية. هاي الأمور هاي يعني تقريبا بدك تعتبر بدك تعتبرها يعني ما في أي حل إلى، يعني بالنسبة الدفاع المدني عم بيحاول قدر المستطاع انه يظبط الطرقات، يفتح الصرف الصحي، بس هذا الشيء صعب. يعني اللي تعرض له ريف حماة الشمالي للقصف كبير، يعني تقريبا بدك تقول 70% من البنى التحتية او الصرف الصحي توقف كامل.
بس يعني عم نحاول قدر المستطاع انه كمثلا الاهالي او المواطنين عم يحاول انه كل واحد يضبط قدام بيته او يضبط الشارع اللي هو الموجود فيه لعل وعسى انه تنتهي الظاهره يعني المي والطين هذا الموجود فيه. والحمد لله. حضرتك من اي بلدي؟ انا من بلده كفر مبودي. طيب مثل السؤال سالناه للأخ أبو مرعي، مع بداية العام الجديد لو تمنيت ما هي أمنيتك للثورة ولك ولعائلتك؟ والله أول شيء بتمنى للثورة أنه يعني بشكل عام يعني في سوريا أنه إن شاء الله يعني تحقق انتصاره. الهدف اللي طلعناه من أول بداية الثورة أنه يتحقق هو إسقاط بشار الأسد وكل أعوانه ومرتزقته، هذا كهدف للثورة. أمنيتي إلى الناس في سوريا أنه ترجع المهجرين وخاصة ريف دمشق، حمص، منطقة حلب، فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ترجع كل المهاجرين. أمنيتي إلي بتمنى كونك أنت مصاب وفقدت طرف من أطرافك، يعني هاي يعني راح أحسبها يعني هذا الجرح اللي انجرحته بالثورة يعني فداء للثورة، بس كأمني يا عمي أني أحسن شوف سقوط بشار الأسد بهذا العام إن شاء الله. الله يعطيك العافية. ميت أهلا وسهلا، الله يبارك. إذن كما قال الأخ خالد، سقوط النظام السوري لربما هو أمنية كل سوري سواء في ريف حماة أو في المدن والبلدات السورية الأخرى. طبعا كما ذكرنا نحن الآن في مناطق ريف حماة الشمالي مع بداية فصل الشتاء، ليس بداية فصل الشتاء ولكن البرد وتساقط الأمطار داهم المنطقة بشكل فجائي، منازل مصدعة وبعضها مدمرة بشكل كامل، بنية تحتية مدمرة بشبه كامل، أعداد كبيرة من النازحين تلجأ إلى هذه البلدات الأخرى الأكثر أمانا التي يعتقدون أنها آمنة في مناطق ريف حماة الشمالي. طبعا في هذه الأوقات هذه المنطقة كما أسلفنا أنها تعيش حالة هدوء نسبة مقارنة بالمناطق الشرقية، مناطق ريف حماة الشرقي التي تشهد معارك بين قوات النظام وقوات المعارضة السورية من جهة وبين قوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية من الجهة الشرقية، هذا كله هذه العوامل أدت إلى نزوح آلاف العائلات باتجاه ريف حماة وريف إدلب والمناطق الحدودية نزوح عشوائي. إذن مشاهدينا الكرام كنا معكم في هذا البث المباشر من مناطق ريف حماة الشمالي، تكلمنا عن أوضاع المدنيين من سكان محليين ومن نازحين في فصل الشتاء، أمنياتهم بالعام الجديد، تكلمنا قليلا عن المعارك التي تدور في الجهة الشرقية، رصدنا عبر عدسة هذه الكاميرا البيوت المدمرة والبيوت المصدعة وحالة الطقس الباردة. نترككم مشاهدينا الكرام مع هذه الصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.